يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك تعارض بين هذين القولين؟ إن أول شرك حدث في الأرض هو بسبب الغلو في الصالحين، والثاني إن أول هل شرك هل إيش؟ هل هناك تعارض بين هذين القولين؟ إن أول شرك حدث في الأرض هو بسبب الغلو في الصالحين. نعم. والثاني إن أول شرك حدث في الأرض هو بسبب التصوير. كلاهما نعم، كلاهما صحيح. أول شرك حدث في الأرض بسبب الغلو، ومن الغلو تصوير الصالحين ونصب صورهم، هذا من الغلو. نعم.